اللي بيقوم بالدفاع عن مصر مش احنا، لا، ده اللي بيدافع عن مصر شعبها، شعبها اللي قدم في الجيش وقدم في الشرطة، يعني قدم ولاده وهو عارف كويس قوي ان هو بيقدمهم في مرحلة صعبة، وان ممكن ان الابن ده يبقى شهيد. مين اللي قال ان البطولة هتيجي وتتنسي؟ البطولة عايشة فينا في كل لحظة وكل يوم، حتى لو ضاقت علينا أو زماننا في يوم قسي، جوا كل حد فينا بطل يبان وقت اللزوم. ابن بلادي كان بطل، كان مش عادي، اسمه حاضر مش ماضي، النهارده بجد فرحه. ابن بلادي لسه عايش يا بلادي، لسه شايفه هنا قصادي، فينا منه من ملامحه. تضحياته للبلد دي سايبه جوانا علام، ساب وصية هي هي قانون ومبدأ كل عصر، من النهاردة وللنهاية لحد ما تقوم القيامة، احنا على الوعد وبلد ما نموت عشانها وتحيا مصر. ابن بلادي كان بطل، كان مش عارف.